كان لقاء حقا مثمرا التزم فيه السيد الرئيس بإنفاذ جميع المطلوبات التي تقدمت له، وهي ضرورة تسليح المستنفرين والمواطنين، وضرورة دعم المتحركات، وضرورة إعادة قدماء المحاربين إلى الخدمة ليدفعوا وليساهموا، ولضرورة المساعدة في تجييش الشعب، لأن المعركة معركة كبيرة ومعركة بقاء ومعركة استعمار حقيقي. الحديث عن الجزيرة يطول وعن نزيف الجزيرة يطول، ووعدنا القائد وسيصدق وعده بإذن الله، ووعدنا السيد الرئيس بإنشاء صندوق داعم لشراء العربات والمساهمة في شراء الأسلحة. كل هؤلاء سخروا كل إمكانياتهم لنفر التحرير الجزيرة، ومنذ اليوم سيكون الحديث مختلف، سيكون كل شيء مختلف وصولا للهدف والذي نراه قريبا. تحية والتقدير للسيد الرئيس لاستجابته الفورية لكل المطالب التي تقدمت له، وما النصر إلا من عند الله العزيز القدير.